متوسط الأكنان الأهلية للبنين طلاب الصف الثالث متوسط. إن شاء الله اليوم عندنا الموضوع الثاني من موضوع المشتقات، وهي صيغ المبالغة اللي تكون شبيهة لاسم الفاعل بكل قواعده، لكن اسم الفاعل يشتق من فعل ثلاثي ومن فعل غير ثلاثي. صيغ المبالغة مشتقة من أوزان خمسة. صيغ المبالغة هي ألفاظ مشتقة تدل على القيام بالفعل مع إفادة الكثرة والمبالغة، واشتقت من فعل ثلاثي ورباعي. هي ألفاظ مشتقة تدل على القيام بالفعل مع إفادة الكثرة والمبالغة، واشتقت من فعل ثلاثي ورباعي. لصيغ المبالغة لها أوزان، من أشهرها فعال مثل طعان، قتال، تواب. مفعال مثل مهدار، متلاف، مطعام، مضياع. فعول صبور، غفور، حسود، شكور. فعيل حميد، سميع، عليم، رحيم. فاعلة مثل حذرة ويقظة. تعمل عمل اسم الفاعل، ترفع فاعلا إذا كانت مشتقة من فعل لازم، وترفع فاعلا وتنصب مفعولا به إذا كانت مشتقة من فعل متعدي. عمل صيغ المبالغة. إذا كانت صيغة المبالغة معرفة بأل، تعمل من غير قيد أو شرط في الحاضر والمستقبل والماضي، وتعرف حسب موقعها بالجملة، مثل ما أخذنا باسم الفاعل. إذا جاء اسم الفاعل محلى بأل، يعمل من غير قيد أو شرط. صيغ المبالغة نفس اسم الفاعل، يعمل من غير قيد أو شرط، سواء دلت على الماضي أو الحاضر أو المستقبل، مثل المطعام وضيفه جواد. المطعام وضيفه جواد. المطعام على وزن مفعال، جاءت معرفة بأن في موقع مبتدأ، مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. المطعام من الفعل أطعم، لو ننتبه على الفعل أطعم بهمزة تعدية فمباشرة أعرفه فعل متعدي. فضيفه هنا جاء مفعول به لصيغة المبالغة، منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والها ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، والهاء مضمومة دلالة على الشخص المقصود بالجملة. جواد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، فتأتي موقعها مبتدأ أو خبر أو اسم كان أو اسمها حسب موقعها في الجملة، تكون محلى بألف، تعمل من غير قيد أو شرط. أن تكون نكرة منونة، نحن أخذنا باسم الفاعل، إذا كان نكرة منونة مجردة من ال، منونة فيها تنوين ضم، تنوين فتح وتنوين جر. إذا كانت نكرة منونة مجردة من ال فتعمل بشروط، وفقط تعمل في الحاضر والمستقبل. إذا دلت على الماضي فصيغة المبالغة غير عاملة. أن تدل على الحال والاستقبال، أن تسبق بنفي أو استفهام، مثل أتى الراكن المنافق النميمته، إنها همزة استفهام، حرف استفهام لا محل له من الإعراب. تراك على وزن فعال، صيغة مبالغة. تراك جاء في بعدها حرف الاستفهام فيعرب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. من ترك، ترك أو أترك. هنا ترك فعل ماضي، تراك صيغة المبالغة. المنافق مباشرة اسم مرفوع، بعدها راح نعربه. فاعل لصيغة المبالغة، سد مسد الخبر مرفوع علامة رفعه الضمة. النميمة مفعول به لصيغة المبالغة منصوب علامة نصبه الفتحة. أو ما متلاف المؤمن ماله، نفس الحالة من أتلف أو أتلف فعل متعدي همزة تعدية، فمتلاف ما هنا نافية تفيد الإنكار. متلاف مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والمؤمن بعد متلاف فاعل لصيغة المبالغة، سد مسد الخبر مرفوع علامة رفع الضمة. ما له، ما له مفعول به لصيغة المبالغة منصوب علامة نصبه الفتحة، والها وهو مضاف، والها ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. أو أن تقع خبرا، صيغة المبالغة تقع خبرا، الله سميع الدعاء. الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع، سميعا على وزن فعيل، وزن من أوزان صيغة المبالغة الخمسة، ف
فوقع خبر مرفوع والدعاء مفعول به لصيغة المبالغة. أن تقع حالا مثل عرفت محمدا خزانا لسانه. كيف عرفت محمد؟ خزانا لسانه. فهنا خزانا حال منصوب علامة نصبه الفتحة، ولسانه مفعول به لصيغة المبالغة منصوب بالفتحة. خامسا أن تقع صفة مثل أحب صديقا كتوما سر أخواني. ما صفة الصديق الذي أحبه؟ كتوما سر أخوانه. فكتوما هنا صفة منصوب علامة نصبه الفتحة، وسر مفعول به لصيغة المبالغة منصوب علامة نصبه الفتحة. أن تقع منادى مثل يا سفاك دماء شعبنا الفلسطيني، ابشر بالعذاب يا سفاك. يا حرف نداء وسفاك منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة لأن هناك نكرة غير مقصودة. أتممنا موضوع صيغ المبالغة، نلتقي بدرس إن شاء الله بالأسئلة الوزارية الخاصة باسم الفاعل وصيغة المبالغة، وما الفرق بين الأسئلة الوزارية بينهما، كذلك حل تمرينات صيغ المبالغة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.